نتفاجأ أحياناً في مكان كيف يقدر يجمع القديم والجديد، التراث والحداثة، الهدوء والحيوية. ونفس الشيء في الآلات الموسيقية، آلة القانون بالنسبة لي كانت آلة تراثية، حتى ما أقول قديمة، وما أسمعها إلا في الألحان الشرقية. لما تعرفت على عازفة القانون غنوة نمنو في لبنان تغيرت نظرتي، واكتشفت آلة موسيقية مختلفة عن اللي أعرفها. جوان ويلكم تو لبنان. ولو شكرا. فاينلي اهلا وسهلا. كثير عجبني الكافيه وكمان المنطقه، يعني عجبتني، شكلي حرجع ثاني. ما مخيل ببيروت. أيوة. انا بضلني هون، هيدي منطقتي المفضله، وكثير منطقه ارتستيك، وعطول بتلاقي كل الارتست والرسامين والعازفين هون بالكافيهات، وايه كلها حياه هالمنطقه. حلو. فعلا ترى أخذني وقت عشان ألاقي بنت في لبنان تعزف القانون. أه والله. أيوة يعني صح، ما في كثير ولا قوليلي. مزبوط ما في. أيوة. كثير نحن قليل، حتى يعني شباب وبنات قليل هالآلة بالذات، كثير قليل العازفين عليها بلبنان. طب قوليلي ليش اخترت القانون؟ قصتي مع القانون، أنا بلشت كان عمري 8 سنين، بي الفنان مارون نمنم هو اللي شجعني، وهيدي كانت آلته المفضلة. أنا وصغيرة كان كل ما يكون حدا عم يعزف قانون على التي في كان يعيط لي تعي تفرجي شوفي هالآلة شو حلوة، كتير بحب إنك تتعلميها، وهيك بلشت. بعد فترة أخذني البابا عند أستاذ محمد السبسلي الله يرحمه، وهنيك أخذت دروس خصوصية مع أستاذ محمد لفترة يمكن شي سنتين ثلاثة. أنا أستاذ محمد السبسلي هو خلاني أحب آلة القانون، كان يعلمني، وكان كتير أحسه يآمن بالتالنت تبعي، وكنا كل ما نخلص صف يقعد هو يعزف لي، عنده طريقة بالتعليم فظيعة، كان يحبب التلاميذ كثير. واليوم فعليا بلبنان تقريبا كل المحترفين اللي بيدقوا آلة القانون هن تلاميذه لاستاذ محمد. طيب ابغى اعرف ايش اكثر شيء او مين اكثر شيء اثر فيك في يعني رحلتك مع القانون، مع يعني غير الاستاذ بس، يعني اي احد يعني رول موديل مثلا. انا كثير متاثرين بفيروز وموسيقى الرحابنة، مثل اغلبيه اللبنانيه اللي بيقعدوا الصبح وبيدوروا الراديو بيسمعوا فيروز. طبعا انا تاثرت لا شعوريا، يعني نحن كميوزيشن بنتاثر بفيروز وبالرحابنة، و يعني مين ما يحب فيروز. اكزاكتلي اكزاكتلي.
هيدي غابة الصنوبر، عنا كتير شجر صنوبر وشجر أرز بلبنان. رايحين؟ رايحين على بيسور، ضيعة لبنانية بمنطقة علي. رح نلتقى بأستاذ صادق ملاعب. أستاذ صادق عازف قانون محترف وكمان بيصنع قوانين، هو الوحيد حالياً بلبنان يلي بيصنع قوانين وبيصلح كمان قوانين. وضيعته حلوة. كيف تعرفت عليه؟ من فترة احتجت حدا يغير لي الوتار على قانوني، فدلوني على أستاذ صادق وتعرفت عليه شخصياً، وصار هلأ عطول كل ما يكون عندي يعني أي تصليح بالقانون هو اللي بيغير لي الوتار وبيصلح لي العرب وبيعمل لي كل شغل القانون. وقلت إنه هو كمان يعزف، يعني يعزف إيه بيعزف، وهيدا الحلو لأنه اليوم أكيد لما بيكون صانع القانون هو أصلاً عازف، هالشي كتير بيساعده حتى يعرف تفاصيل القانون والأشياء. يعني مثلاً أستاذ صادق كتير ساعدني، غير لي رقم قانوني، هالشي ساعدني لقصة الدوزين، ما بقى يفرق كتير الدوزين قانوني. هذه الآلة قديمة جداً، آلة إغريقية تنسب صناعتها إلى بيتاغوروس، وهو مشهور جداً بالمثلث، وحتى بالموسيقى بيتاغوروس هو اللي شرح السلم الموسيقي على هاي الآلة، حتى باللغة اليونانية تسمى القانون. قانون مش بس كونها آلة موسيقية، هي آلة قانون الرياضيات، قانون الموسيقى وضع على هذه الآلة. هاي الآلة بدها كتير تجارب نكتشف سرها، نكتشف الأمثل بالمقاييس لها، وهذا اللي عم نشتغل عليه. وفي عدة مقاييس للقوانين. القانون هو ثلاثة قيسات بيجي، في الصغير وفي الوسط وفي الكبير. الصغير كل ما صغرنا الحجم كل ما صوته صار تريبل أكتر. الوسط هو وسطي، يعني في تريبل وفي البيس متعدل فيه، والكبير بيكون شوي رخيم أكتر. القانون نحن بنعمل القالب تبعه اللي أخذنا الأقرب إلى الكمال بالمقاييس المثلث، زائد الخشب الشسيل لإله، هذه لازم يكون خشب صلب وما يكون وزنه كتير ثقيل لأنه في عليه ضغط كتير من شد الأوتار. بخص الوجه والظهر بعده خشب الجوز أو المجنو، مهم يكون الخشب الوجه أو الظهر صلب وخفيف الوزن. علبة الصوت يركب عليها جلد، يستحسن يكون من جلد السمك الصعيدي أو جلد الماعز أو جلد الأرنب. ركب الوجه وهذه الرقمة الجلد علبة الصوت، هذا الفرس اللي مركب عليه الوتر بيضغط على الجلد، هذا يعتبر أول سبيكر، أول اختراع للسبيكر. هو عندنا هاي المسطرة هي اللي بتحدد لنا المسافات، الصوت بيرن من هون لهون من الفرس لأول عربي، ما يسمى عربي. ومن ثم يقسم الصوت إلى أربع أرباع صوت، ربع ربع سبيكار نص دياز دياز. Thank you.
لأنه شكلك يعني كتير كتير مودرن. كيف بدأتي مع القانون وكيف كيف صار يعني كيف حكايتك مع أول شيء بس الآلة هذه التراثية؟ هيدا الكومنت على طول العالم بس يشوفوني بيقولوا لي إنه معقول أنت بتدقي على القانون إنه شكلك ما بيوحي إنك بتدقي على هالآلة. كلهم بيفكروني إنه إذا كنت ميوزيشن إذا كنت فايولين أو بيانو أو شيء لأنه ما بعرف ليه على طول هالآلة كتير إنه بيتخيلوها العالم آلة قديمة أو اللي لازم يدق عليها بده يكون كبير أو منا مودرن أو هيك. ف وأنا هيدا الشيء بالذات كتير بيستهويني، يعني أنا بحب الفكرة إنه أنا عم دق على آلة هالقد تراثية وهالقد تراديشنال، وبنفس الوقت إنه بحب أعطيها هيدا التويست الجديد اليونج الفريش. هو صراحة بديك تمييز، يعني طلعتي كده مميزة. بس قد دقيتي عليها مثلاً حاجات مودرن أجنبي. أو أجنبي؟ عطول بدأ أجنبي، أنا بدأ كتير أجنبي على الإنو. أوكي. وأنا بحب، وهيدا الشيء اللي هلأ عم جرب أكتر شيء اشتغل عليه ليتلي، بحب أعمل هالفيوجن العربي والأجنبي. غنوة، ايش كيف تشوفي نفسك في الميوزك بعد كده؟ ايش تبغى تسوي؟ انا هلا بلاقي يعني
بنص الطريق موسيقيا اذا بدي احكي. بعد اكيد بدي انا كثير ماتشوريتي اكثر بالموسيقى لاعرف اختار الطريق اللي امشي عليها، المعزوفات اللي بدي ادقها، الفرق اللي بدي اشتغل معها. يعني انا بلاقي حالي بعدني يمكن هاف واي ثرو او بنص الطريق، وعندي كثير بعد شغل لقدام وعندي كثير احلام حققها وكتير طموحات ان شاء الله. يعني هذا حقق شوي من مع القلب. يعني ممكن مثلا برت لبنان نشوفك. اكيد اكيد انا حابه اخذ هيدي الاله برات انترناشونالي شوي. حتى يعني في الموسيقى دائما الواحد لازم يكون مميز، يعني يخترع شيء جديد. مزبوط. ايوه يكون شيء يعني مميز له وفي نفس الوقت حاجه يعني هو بيعبر. مزبوط. وانا هلا كثير بحس انه العالم على طول بتحب الجديد، يعني صح. اي شيء جديد attracts people، بحسوا انه بينبسطوا فيه، ان كان آلة جديده او ان كان نوع موسيقى جديده او شيء ما سمعه قبل كده. الآن في استوديو عيلة الرحباني، أنا مرة متحمسة إنه أنا هنا اليوم معاكي وأبغى أسمع شيء منك جديد. قلتي لي إنك بتشتغلي مع جادر الرحباني، صح؟ صح، عم حضر غنية جديدة من تأليف أستاذ جاد رحباني، وأنا كتير كتير فرحانة وكتير مبسوطة وكتير إلي الشرف إنه كنت عم بشتغل مع حدا من عائلة رحباني اللي هي عائلة كتير فنية عريقة. أيوة. وبتخر فيها يعني في السعودية عندنا هذا يعني طبعاً معروف وشيء كبير عندنا. فيلا سمعينا شيء.
من الثلج للبحر ومن الطبيعة للمدينة. تتمازج الألحان بالأماكن زي ما في آلة القانون يتمازج علم الرياضيات بسحر الموسيقى.